نعمة الجلوس في هذه المجالس وحضور هذه المحافل في وقت وزمان يتخطف فيه الناس تخطفا حسيا بالقتال والفتن والاشتباكات والمصائب في عدد عديد من الدول، ويعاني فيه إخوتنا في فلسطين، ويتخطف فيه الناس تخطفا معنويا بسلب كثير من مفاهيم الحق من أذهانهم وطمأنينة الإيمان من قلوبهم. وفي مثل هذه المجالس يحصل في من السكينة والأمان والطمأنينة والنورانية ما تتجد فيه في القلوب أنوار حقائق الثقة بالحق عز وجل وحسن المعاملة مع الله عز وجل. وكل ما يجري في هذا الكون من ظهور للحق أو تظاهر بالظهور للباطل، من عدل يبسط أو ظلم يبدو، من صواب أو خطأ، إنما هو ثمرات لأحوال قلوب وأنفس في هذا الوجود. إذ أن الله سبحانه وتعالى هو الحق المبين العدل الرحمن الرحيم، قد استأمن هذا العنصر وهو الإنسان في هذا الوجود واستخلفه في الأرض بعد أن نفخ فيه من روحه، وبسط له بساط الهداية بالرسل والأنبياء والدالين على الله والدعاة إلى الله عز وجل. فمهما أقبلت قلوب الناس على الأخذ بما أمر الله به وعمد أصحابها إلى تزكية أنفسهم نالوا حقائق الفلاح، وبسطت أنوار الفلاح من الأفراد إلى البيوت، ومن البيوت إلى المجتمعات، ومن المجتمعات إلى البلدان، ومن البلدان إلى ما يجري من الأحداث في العالم. ومهما قصر الناس في هذه الحقيقة التي مع كثرة وجود كثرة من يعرفها يقل من يتنبه إليها في وقت اشتداد الغضب أو المحن أو الأذى أو هياج الفتن في النفوس والأذهان وفقد السكينة. هذه الحقيقة التي أعلن الله سبحانه وتعالى عنها مصرحة: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فكل صواب وكل حق وكل عدل وكل نور وكل إحسان في هذا الوجود يبرز على مستوى الأسر أو البيوت أو الأمم أو الدول أو الأحوال التي تحصل فيها، إنما هي ثمرات لمعنى الفلاح الذي لا سبيل للنجح إلا من خلاله، إلا من بابه، وهو تزكية هذه الأنفس. كل أذى يحصل في هذا العالم، كل ظلم، كل قتل، كل سرقة، كل تجاوز، كل تعدي، كل ظن سيء ينفذ ويتحول إلى سلوك أو قول أو فعل، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، كل شيء مما يحصل في هذا العالم مما يشوش إنما هو ثمرة لقوله عز وجل: وقد خاب من دساها، الفرد والأمة. ففي مثل هذه الموائد التي تبسط، ففي مثل هذه الدلالة التي نسمعها على ألسنة إخوتنا الدعاء، ثم بتوجيهات سيدي الحبيب عمر في خطابه الذي يوجهه، هي لب صلاح هذه الأمة، هي معنى اعتقاد شمعة الإقبال على الله، هي معنى إشراق شمس القبول لدى الله والفرج عن هذه الأمة. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أسأل الله عز وجل أن يؤتي نفوسنا تقواها. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. إذن بفرج من لدنك يا كريم على هذه الأمة في فلسطين، إخوتنا في البيت المقدس وفي غزة وفي الضفة، فرج عن شامنا وعن يمننا، فرج عن أهل السودان، فرج عن أهل العراق، فرج عن أهل ليبيا، فرج عن أهل لا إله إلا الله في المشارق والمغارب يا حي يا قيوم، والعفو منكم. الحمد لله جامعكم لينفعكم وليرفعكم وليجود عليكم مما هو أهله سبحانه وتعالى بعطاياه وهباته وهداياه ومغفرته ونظره وتوفيقه وتسديده وتأييده ومنحه وجوده الواسع الذي فتح لنا أبوابه بإنزال الكتب وإرسال الرسل، وفتح لنا الأبواب من أول ما أنزل أبانا آدم عليه السلام على ظهر هذه الأرض أنزله بالهدى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ولم يزل يفتح لنا سبحانه في هذا الشأن
أبواب بعد أبواب بإنزال الكتب وإرسال الرسل حتى جاء الحبيب العظام والرسول الأكرم سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأهل محبته وولائه ومتابعته وآبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين الذين بشروا به وخذ عليهم العهد أن يؤمنوا به وآلهم وأصحابهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلى أهل هذا الجمع ومن فيه ومن يسمعهم ومن يتعلق بهم وعلينا وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. فانفتح باب كبير من رحمة الله الكبير جل جلاله بالخير الكثير سبقت به السوابق من الإله الخالق أن يقرب هذا وأن يدني هذا وأن يسعد هذا وأن ينور قلب هذا وأن يصفي باطن هذا وأن يربط هذا في قلبه وسره وروحه بالكتاب المنزل بالنبي المرسل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقامت الأسباب من مجامع ومجالس ومن قراءات ومن تعليم ومن تعاون على البر والتقوى إلى غير ذلك من حبال الاتصال وحبال الإقبال على ذي الجلال جل جلاله وحباب الاتباع لخاتم الأنبياء أنبا والإرسال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفتح الله من الأبواب هذا المجمع الذي يعقد عندكم والذي تحضر فيه الملائكة وتحضر فيها الأرواح الطاهرة والذي ينتشر خيره في قلوب الحاضرين وديارهم وأهل ديارهم وفي منازلهم وفي بلدانهم ويتابع من يتابع هنا وهناك بمختلف الوسائل والغيث هاطل والجود من الله سبحانه وتعالى نازل والرحمة والسكينة من الله لمن يتذكر لمن يتطهر لمن يتنور لمن يستبصر لمن يدكر لمن يقبل لمن ينيب لمن يقبل العطية لمن يقبل الهدية من حضرة رب البرية جل جلاله وتعالى في علاه. فالحمد لله جميعكم على هذه الخيرات والحمد لله الذي مد لكم هذه الحبال القويات المتينات لنتنور لنتبصر لنهتدي لتتوثق لأن العراء بالاتصال به وبخير الوراء رسول محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله ونغنم سر الأيام والليالي. إذا استقبلنا في الشهر الثاني من أشهر الحج وهو من الأشهر الحرم شهر ذو القعدة ومرت علينا فيه الليالي الله يجعلها من أشهر العطاء الواسع وأشهر قبولنا عنده وعند النبي الشافع وقبول الشفاعة في صلاح البلاد والعباد والأمة وكشف الغمة عنا وعن جميع الأمة. وهذا البساط سمعتم الكلام عن زيارة الأكابر الذين فرقهم الله تعالى في البلدان وفي مختلف أنحاء الأرض فلكل أرض حظها منهم فلا يخشى على الدين اغتيال الغائل وتواصل وتوافق وارتباط ما كان من قبل 1200 1300 سنة إلى ما هو في أيامنا هذه ونحن في ظل عناية من عناية الله بحبيبه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال عنها لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من نواهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. وقال عنها يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وهكذا جاءت الإشارات إليها في حديثه صلى الله عليه وسلم قال ربكم عنها في القرآن وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا فمن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. والعياذ بالله تبارك وتعالى من الله وكم من الناس اليوم في هذا العالم ينعمون بالإيمان وكم منهم مع الإيمان عندهم نعم أمن أو نعم طمأنينة أو نعم سكينة كما ترونه عندكم وفي كثير من جهات الأرض. والبلايا والآفات والنوازل وما سمعتم من أنواع الابتلاءات والاختبارات في كلام الحبيب علي مما يذكر الله بعبادة أيضا ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. والاختبارات التي يختبرها بدعوات السوء والشر فمثل كل واحد منا واجب عليه أمام هذا الإله الذي خلقه ومرجعه إليه أن لا يرضى لنفسه أن ينقطع
عن سر الاتصال به وبرسوله وعن الركب المبارك المصون الموفق الميمون ممن يهدون بالحق وبه يعدلون وممن يريدون يوم القيامة خفافا وممن يريدون يوم القيامة في الزمرة المباركة ويريدون الحوض المورود. تصوير أو نتيجة وثمرة لورودهم هذا في عالم الدنيا، ورودهم على سننه وأخلاقه والتمسك به وعلى محبته وعلى الإصغاء لما أنزله الله سبحانه وتعالى عليه ولما بلغنا إياه عن ربه سبحانه وتعالى ولما حمله عنه أصحابه والتابعون وتابعوهم بإحسان من خيار هذه الأمة. فلا تقطع نفسك في أي قرن أنت عايش وفي أي مكان أنت عايش وفي كل زمان، فرصة الاتصال بالركب النبوي ممنوحة وأبواب الاتصال بالجناب الكريم مفتوحة، فلا تحرم نفسك ولا تحرم أهلك ولا تحرم أولادك اتصال بهذا الجناب واتصال بالكتاب ومنزله رب الأرباب ومن أنزل عليه سيد الأحباب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فأحضروا قلوبكم في مثل هذه الساعة وتوجهوا بالصدق مع الله واستقبلوا أيامكم ولياليكم والأشهر المباركات. وفينا من ينوب عن الأمة في الوفادة إلى البيت الحرام وإلى رحاب خير الأنام عليه الصلاة والسلام، قبلهم الله وتولاهم وأعاد عوائد فضله عليهم وعلى الأمة بفرج عجله للمسلمين وبلا يدفع عن المؤمنين في الشرق وفي الغرب ويصلح كل قالب وقلب. اللهم أكرم الحاضرين بنور من عندك في قلوبهم يدوم ويقوى ويستمر كما أنت أهله بما أنت أهله، واجعلها ساعات إقبال صادق عليك منا وجميع الحاضرين وجميع السامعين والمشاهدين وجميع المتعلقين وجميع الموالين. ونظرة إلى أمة حبيبك محمد، نظرة تزيل العناء عنا وتدني المنى منا وكل الهناء نعطى في كل حين. وبارك لكم في من يحضر عندكم من أهل الظاهر والباطن وفي من يتعلق بهذه الوجهات إلى رب الأرض والسماوات جل جلاله، واجعل لنا ولكم صدق في الإقبال عليه والوجه إليه والقيام بحق هذا الأمر العظيم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. الله يتولانا ويحمي حمانا ويصلح ظواهرنا وخفايانا ويرزقنا الوفاء بعهده الذي عاهدنا عليه ويجمعنا وإياكم قريب إن شاء الله في تريم، ويجمعنا الله في كل مقام كريم ويجمع القلوب المؤمنين عليه في الوجهة الصادقة إليه ويقيهم شر الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، ويثبتنا على الحق فيما نقول ويثبتنا على الحق فيما نفعل ويثبتنا على الحق فيما نعتقد، يحفظنا بما حفظ به الذكر الحكيم وينصرنا بما نصر به الحبيب العظيم ويثبتنا على الصراط المستقيم. فيا ربي ثبتنا على الحق والهدى ويا ربي اقبضنا على خير ملتي. وتسمعون الفاتحة من المنسب الحبيب أحمد بن حسن المحضار، يرتب لنا ولكم وللأمة الفاتحة وتكملون المجلس والمولد المبارك وتخرجون بخلع في القرب منه وفي الوجه إليه، وكل يأخذ نصيبه ويتسر السراية إلى الأهل والأولاد، ويأذن الله بفتح ومنح ونجح وفوز وسعادة في الغيب والشهادة، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين.